تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه من معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زينل رئيسه مجلس النواب رفعت فيها الى سموه التهاني والتبريكات بمناسبه اليوم العالمي للديمقراطيه. واكدت معاليها على ان ما تحقق من انجازات لمملكه البحرين في ظل المسيره التنمويه الشامله لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ساهم في تحقيق الاثر البارز في نجاح وسير اعمال السلطه التشريعيه ما وضع مملكه البحرين في مصاف الدول المتقدمه من خلال سلسله المشاريع التطويريه المهمه التي تم انجازها على مختلف الاصعده